اعطينا من بعد اذنك قصي واحده يا بس سوا خذ واحده من بعيد زر زيك من تحت سناولهم صيوح بلشنا هذا في لدو حمر بس لازم مسيك 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 هاي الصينية اللي عندها ايوه عيش وهذه صار في هذا بده فاهم مع الله محيي الشباريه نحن عم نقوم بمشروع افطار جماعي ضمن احياء المدينه المشروع جديد بحكم انه الولائم ضمن احياء المدينه الاعداد تتراوح بين 500 ل 700 ل 900 شخص بكل وليمه على حسب كبر او صغر الحي ليش بهالوقت هذا لان احنا استغلينا نوعا ما الهدوء النسبي بالمنطقه وعم نحاول يعني نطلع من الروتين السائد ضمن مشاريع افطار الصائم اللي كانت ضمن المساجد او حتى ضمن الاقبيه خوفا من القصف هلا نحن بالنسبة للموائد عم كل شيء عم بتألف القلوب وعم تجمع أهل الحي مو بس أهل حارة ولا أهل دارين ثلاثة ولا عيلة ولا أهل حي كامل عم تشوفهم عم تجتمع تيان عم تاكل أنت وياهم من سفرة واحدة شغلة كتير حلوة ومنحس عم نحس بالأمان هي أهم شيء يعني نحن بالنسبة لنا هون بأهل الغوطة والله نحن وقت اللي شفنا الناس نازله هيك على الشوارع نازلين على المائده اللي عملوها هون نزلنا كلياتنا ودقينا على الجيران لكن نزلنا نشوف شو صاير بهالبلد نزلنا الحمد لله بعد هلا خفض التوتر حسينا بالامان والراحه النفسيه يعني كانه ما في شيء الحمد لله ان شاء الله هيك الله بيديم علينا الصحه والعافيه